دشنت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق في جامعة السعيد بمدينة تعز معرضا تعريفيا عن مرض السكر بمناسبة اليوم العالمي للسكر والتوعية بأعراضه. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكر، دشنت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق معرض تعريفي بالمرض في جامعة السعيد لطلاب كلية العلوم التطبيقية. في جامعة السعيد لتدشين اليوم العالمي لمرضى السكر، طبعا كما يعرف الجميع هذا المرض الصامت والقاتل والذي انتشر بصورة كبيرة جدا خاصة في فترة الحرب، وبسبب الآثار ويعتبر من أكبر الآثار الجانبية أو المضاعفات التي يعانيها الناس من آثار الحرب. مرض السكر مرض تفاقم في المرحلة الأخيرة وزادت الأعداد وتكاثرت، فتراءى الطلاب إيجاد مساحة توعوية عن أسبابه وأعراضه والتوعية المجتمع به وضرورة الفحوصات الدورية لهذا المرض. اليوم العالمي للسكر تنظم هذه الفعاليات جامعة السعيد للنشاط لقسم الطلاب التغذية العلاجية وقسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية لإقامة توعية للأسر وتوعية للطلاب بخطورة هذا المرض، المرض الصامت، المرض المنتشر الذي يزداد انتشارا سنة كل أخرى. مرض السكري المرض القاتل الذي استبد بمحافظة تعز وخصوصا خلال أيام الحرب. أبناء محافظة تعز يحيون هذا اليوم ليقولوا أن السكر له دواء. نعائم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.